السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بنرحب فيكم في بداية الحصة رقم 9 أونلاين. في مجموعة من الطلاب موجودين معنا على برنامج زوم، في مجموعة موجودين على الفيس مباشر. محمد واصف موجود معنا. احنا حنبلش، بتمنى الأمور تكون سهلة. صعب الكثير نرد على كل المسجات على الفيسبوك أو على زوم. إذا في عنا أي استفسار ممكن نتواصل عبر الرسائل، وإذا قدرت أجاوب عليه راح أجاوب عليه. أنا موجود هسه منكمل الحصة اللي أخذناها مبارح. مبارح بلشنا بمعاني الكلمات اللي أمامنا: servant, merchant, lose, to wander and pull, to pull. ووضحنا معانين مبارح: servant معناها خادم، merchant معناها تاجر، someone who buy and sell things or goods. merchant lose يخسر، to wander يتجول، to walk without knowing where you are going، and to pull معناها يسحب. حنبلش اليوم، بتمنى نكون حضرنا درسنا اليوم اللي هو the lost bag. راح أرفق القراءة تبعتها على جروب الواتساب English language. راح أرفقه بعد ما نخلص القراءة الصحيحة أو القراءة المسجلة لهاي الفقرة The Lost Bag. بتمنى الكل يكون موجود معي، خصوصا اللي موجودين على برنامج الزوم، عشان بعد شوي حنقرأ مع بعض. يعني في حال خلصنا حنقرأ فقرة أو فقرتين من البرنامج. بتمنى تتفاعلوا وتسمعوا كويس. تمام. The Lost Bag. A long time ago. بحكينا عن قصة في صارت معهم زمان، إذن حيستخدم زمن الماضي زي ما تعلمنا سابقا. بما إنه إحنا بنحكي عن قصة صارت بالزمانات، إذن حنستخدم سيمبل باست اللي أخذناه بالوحدة الرابعة والوحدة الخامسة. بتوقع هيك الوحدة الرابعة أخذنا الأفيرماتيف، عفوا أخذنا الـ أفعال المنتظمة regular verbs. الوحدة الخامسة irregular verbs، الأفعال غير المنتظمة. صلى رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد. إذن the lost bag. A long time ago there lived a rich merchant. مركزين على كلمة rich هنا وكلمة poor، إذا ملاحظين باللون الأصفر. rich معناها إنه هذا التاجر كان إيش، كان غني وبعدها حصير فقير. خنشوف كيف كان غني وصار فقير. إذن there lived a rich merchant. كان بعيش تاجر غني. He was always dressed nicely and he carried many fine jewels with him. إن كان التاجر هذا كثير غني وبيلبس دائما مجوهرات، لأنه غني كثير كان كثير بيلبس مجوهرات دائما وبيحمل معه مجوهرات. He traveled from one city to another. كان يسافر من مدينة لأخرى. A band of camels and servants often traveled behind him in a long line. يعني كان يسافر معه زي قافلة من الجمال والخدم، لأنه عنده مصاري كثير، فكان يسافر معه مجموعة كبيرة من الخدم والجمال في خط طويل، بيكونوا ماشيين مع بعض زي قافلة. His business was buying and selling goods. طبيعة العمل تبعه كان يبيع ويشتري بضاعة، وهذا التجار كلهم بالطريقة هاي بيشتغلوا. What's the meaning of goods؟ إيش يعني goods يا شباب اللي بيسمعني؟ goods بضائع. تمام. إذا كان يبيع ويشتري بضائع، buying and selling goods. He was very good and kind. هو كان كثير طيب. ومع مين؟ To poor people، مع الناس الفقراء. poor people كان كثير مع الناس الفقراء، طيب كثير معهم، يعني كريم، بيتبرع لهم، بيقدم من أموال الموجودة عنده، ما بيخليها لعله، ما عنده جشع. Once the merchant was traveling with a lot of money. في مرة من المرات كان هذا التاجر بيسافر وكان معه مصاري، كثير مصاري. As he was on his way back home. بينما هو كان في طريق العودة إلى المنزل. His money bag fell to the ground. كان معه كيس نقود سقط على الأرض. سقط على الأرض. But he didn't notice it. هو ما لاحظ هذا الاشي، ما انتبه انه في كيس نقود وقع منه. He only discovered the loss of his money
when he reached home, which عفوا reach home, لما هو وصل للبيت. إيش يعني lose؟ حكيناها بالمعاني الكلمات. إيش يعني lose؟ مين متذكرها؟ أحمد نبيل مش متذكر؟ عمر؟ فقدان الشيء. فقدان. فقدان أو خسارة. لما فقد إنه ذكر إنه اكتشف discover فقدان النقود عندما وصل المنزل. لما وصل المنزل اكتشف إنه فيش مصاري معه، ضيع المصاري. تمام. The merchant didn't worry about the lost bag. ما هو ما اهتم كثير لأنه معه مصاري كثير. فعشان هيك ما اهتم. He still had enough money for himself and for helping others. ولقد ضع كلمة helping others. يعني هو كثير بيهتم بمساعدة الناس. فأكيد ربنا حيوفقه في النهاية. فهو معه مصاري كثير فما اهتم في خسارة نقود اللي خسرهم. Then فيما بعد there came a time when business was not so good. يعني كان مش كثير أو كان صار عمله بوقت بعد وقت من الأوقات صار عمله مش كثير كويس. He became an old man. صار رجل كبير بالسن. With a very little money. ومع شوية مصاري. The poor merchant. شو حكينا فوق؟ احنا حكينا rich merchant. هس حكينا poor merchant. كان تاجر غني صار تاجر فقير. The poor merchant sold everything he had. يعني باع كل اشي بيملكه. And soon he didn't had any money at all. ما ظل عنده مصاري. Very often he and his wife. What's the meaning wife? Wife معناها زوجة. نعم زوجته. His wife had nothing to eat. And then one night, في ليلة باردة. الزوجة شو بتحكي؟ صار حوار مع الزوجة. فالزوجة بتحكي له We have no more food. Let us walk to the next village where no one wants, knows of us. Someone will help poor people like us. يعني بتحكي له خلينا نمشي للقرية المجاورة. هناك ما في حد يعرفنا. خلينا نمشي لهناك. بلكي في حدا هناك بيساعد الناس الفقراء اللي زينا. محمد أبو عبيد كويس ماشي معنا. عم بكتب على الفيسبوك مع الكلمات. تمام. نكمل باللون الأزرق. And so they walked in the cold night air. كان ماشيين في الليل في ليلة باردة. They wandered for a long time. يعني هم إيش كانوا يسووا لفترة طويلة؟ إيش wandered؟ هم إيش wandered؟ يتجول. نعم هم اتجولوا لفترة طويلة حتى until they reached the first house in the next village. حتى وصلوا أول بيت في القرية المجاورة. The wife was too tired. الزوجة كانت كتير تعبانة. To walk anymore. مش قادر تمشي بالمرة. She fell down on the steps and began to cry. هي وقعت على الدرج البيت وصارت تبكي. The sheikh, في واحد كبير بالسن سموه الشيخ. The sheikh who lived in the house heard, سمع her and opened the door. وفتح الباب. شو بيحكي الشيخ؟ بيحكي Who are you? What are you doing here at this time of night? مين انتو؟ شو عم تعملوا في هذا الوقت من الشيخ مستغرب يعني مين انتو جايين غريبين وموجودين هسه بالوقت هذا. The merchant and his wife told him their sad story. The sheikh asked them to come in. يعني الشيخ هم حكوا له قصتهم الحزينة. Sad story قصة حزينة. بس في صوت لو سمحتوا. في صوت عالي كثير. بحكي لك قاعد بدرس. أنا شو أسوي؟ وقف صوتك إن شاء الله يا بالناس. لو وقف بيدرس ولا نخلص. أوكي نكمل مع بعض. أنا سكرت المايكات من عندي. نكمل مع بعض. The merchant and his wife told him their sad story. يعني حكوا له قصتهم الحزينة. The sheikh asked them to come in. ودعاهم إلى الدخول إلى الداخل.
شيخ بيحكي بيسأل الشيخ بيحكي لهم What color was your bag؟ إيش كان لون كيس تبعك؟ وحكى له قصة الكيس اللي ضيعه بالزمنات. بيحكي له إيش كان لون الكيس؟ فالميرشنت التاجر بيحكي له It was round كان مدور black bag with a string around it. يعني في حواليه كيس مربوط كيس أسود مربوط بحبل. Inside were some jewels and 1,000 dinars. يعني في 1,000 دينار وفي مجوهرات. الشيخ بيحكي له It's late. يعني الوقت هسه متأخر. You must be very tired. أنتوا تعبانين. Eat some hot food and rest with us for the night. وارتاحوا معنا هاي الليلة. Tomorrow you will feel better. راح تكونوا بكرة أفضل. The next morning they all sat around the table for breakfast. في الصباح الباقي كانوا جالسين حوالين طاولة الفطور. The sheikh pulled. الشيخ شو سوى؟ سحب. An old bag. أنا بس مش شكيت. Black bag. فوت لجوا. يلا. أخذ كتابك إذا شو اسمه وفوت لجوا حضروا يلا. From a box. هو شو سوى؟ الشيخ شو سوى؟ Pulled an old black bag. يعني سحب كيس أسود من صندوق. الشيخ بيحكي Now I have a story to tell you. أنا في عندي قصة بدي أحكي لك إياها. A long time ago. في وقت سابق. زمان يعني. I found this bag. أنا لقيت هذا الكيس on the road near my house. يعني بجانب منزلي. I hid it away safely. ويعني أخفيته بأمان. I knew that. Someday I could return it to its real owner. أنا كنت أعتقد أكون متأكد أني حرجع هذا الكيس لصاحبه لمالكه الأصلي ريال الأصلي الحقيقي. Now I am sure. أنا الآن متأكد You are the person. مش أنت هو. يعني هو صاحب الكيس. أنا متأكد أنه أنت صاحب الكيس. You are the person. أنت ذلك الشخص. Is this the bag you lost? هل هذا الكيس اللي فقدته؟ طبعا التاجر كثير انبسط وانبهر بيحكي Yes it is. Yes is it. It's the bag that I lost. هذا الكيس اللي فقدته. I cannot tell you how thankful I am. مش عارف كيف بدي أشكرك. I will always remember how kind you were to me. أنا راح دائما أتذكر كيف أنت كنت طيب معي. قصة بسيطة تحكي عن طيبة التاجر كيف كان مع الناس الفقراء. فكيف ربنا سبحانه وتعالى وفقه بالنهاية أنه يكونوا في ناس طيبين معه. وهي برضو فرصة احنا نفكر كيف احنا نكون طيبين مع الناس عشان ربنا يوفقنا في حياتنا واحنا صغار واحنا كبار. راح نقرأ مع بعض. راح افتح المايكات الآن. راح نقرأ مع بعض والكل يتبع. نحاول نقرأ الفقرة مع بعض. خنشوف مين من الشباب حابب يقرأ معنا. مؤيد تقرأ. مين يقرأ؟ ما استاذ. أنا استاذ. مين أنت؟ مؤيد. يلا مؤيد اقرأ من أول وباقي يتبع رجاءنا شباب. يعني ما شاء الله عليكم طيب الطلاب الباقيين. يلا يا شباب مؤيد تفضل. The lost bag. A long time ago there lived a rich merchant. He was always dressed nicely. تمام. Nicely and he carried money. He carried. Carried money. Money. Man. Money. تمام. Son jewels with him. He تمام. Traveled from one city to another. A band of camels and servants often traveled. Behind him along line. تمام. Thank you مؤيد. شكرا لك كثير كويس. مين كمان دي يقرأ؟ في حد معنا دي يقرأ؟ سلامة. مين معي؟ أحمد نبيل. يلا أحمد نبيل اقرأ. كمل محل ما وصل. His businesses. Oh, his business. His business. اقرأ معنا مباشرة محل ما وصلنا. His business. محل ما حط المؤشر أنا. His business. Okay, كمل.
He was buying and selling goods. He was very good and and kind. تمام ممتاز. And the merchant was probably was a lot as he was on. Back home, his money begged to the ground. Thank you, Ahmed. شكرا أحمد. يعطيك العافية. في حد معنا يكمل كمان؟ في حد معنا يكمل؟ طيب تمام نكمل الفقرة بس هي لحالها. As he was on his way back home, his money bag fell to the ground. But he didn't notice it. He only discovered the loss of his money when he reached home. Each home often. طيب احنا المطلوب منا نقرا اي فقره من الفقرات اللي عندنا هان. عندنا هي الفقره الاولى اربع اسطر، في عندنا فقره هان ثلاث اسطر، وفي عندنا كمان في فقره كمان بعديها يوتا موجوده عندنا هان. يعني ممكن تقرا اي فقره بدك اياها وتودي لنا اياها على الواتساب لنشوف كيف قراءتك، ونعرضها كمان اذا كانت مميزه على مجموعه الفيسبوك. نشوف ثواني، خليكم معنا نشوف شو عندنا كمان. خلصت؟ طبعا في عندنا مجموعه من الاسئله، عندنا اسئله موجوده عندنا هنا اللي هو صفحه اكسرسايز نمبر 4 بيج نمبر 61. في عندنا اسئله موجوده اجوبتها هون، لو ترجع انت للفيديو اللي حنزله بعد شوي ممكن تجاوب عليها بسهوله. نجرب مع بعض. السؤال الاول: How did the merchant became poor؟ كيف التاجر صار او اصبح فقير؟ Because business was bad and he had to sell everything he owned. يعني باع كل شيء بيملكه. يعني مجموعه من الاسئله موجوده اجوبتها هون. محونا لانه في صوت، افصل المايكات اللي عندكم، افصلها من عندي. اوكي نكمل مع بعض. فالاجوبه موجوده عندنا، ممكن ترجع لها وتجاوبها عندك على الكتاب. نكمل مع بعض شوف شو عندنا تمارين كمان. في عندنا معاني كلمات موجوده عندنا. اكسرسايز نمبر 1، في عندنا قطعه موجود عليها معاني كلمات، احنا ما حناخذ قطعه بس حناخذ معاني الكلمات. بيج نمبر 62 صفحه 62. اوكي واتس ذا مينينج، نشوف معاني الكلمات اللي عندنا. حنفتح المايكات عشان تشاركوا معنا. يلا واتس ذا مينينج اوف فرايتند؟ واتس ذا مينينج اوف فرايتند؟ ايش يعني فرايتند؟ خفي؟ لا معناها، ركز شويه، خائف. معناها خائف. تمام مين اللي حكى؟ احمد دليل. تمام يا احمد. اوكي بعديها في عندنا suspect. واتس ذا مينينج suspect؟ suspect اللي هي المشتبه به، لما يكون في جريمه معينه المحققين بيصيروا يحققوا فيها، لما يكون في ناس مشتبه فيهم، فالسسبكت بنسميها المشتبه به. طبعا الاسئله القطع او معاني الكلمات هاي ما حتلاقوها داخل القطعه هاي، جزء منها موجود بالقطعه الموجوده جنبها. بس لما حكينا احنا ما حناخذ كل شيء او ما حنقدر ناخذ كل شيء خلال العروض تبعتنا، حنعطي اهم الاشياء، لكن معاني الكلمات حنطرق لها كامله. عندنا رانزوم معناها فديه، to cover up معناها يغطي، to kidnap يخطف، to investigate يحقق يحقق، وفي عندنا victims معناها ضحية ضحايا، و police officer ضابط شرطة ضابط الشرطة. تمام في حد منكم حفظ معاني الكلمات المطلوب منا اللي أخذناها المرة الماضية واللي قبلها؟ لا مستر. في حد حفظ معاني الكلمات؟ اه مستر. حطهن؟ آه. طيب كثير كويس. إحنا وأنا يا أستاذ. تقريبا إحنا يعني أنهينا أهم الأشياء المطلوب منا يعني تقريبا إحنا ما أخذنا كل إشي، إحنا بنأخذ أهم الأشياء المطلوب منا بالوحدة الخامسة. فشو اليوم؟ اليوم الأربعاء. إحنا ما حيكون عندنا حصة بكرة،
حنحاول نبلش حنبلش معكم الأسبوع القادم بالوحدة الجديدة بالوحدة اللي هي I am having fun. إحنا حنأخذ بس مرة أو مرتين. لا أنا حضرت أستاذ. ممتاز كويس. إحنا حنأخذ يعني لو أخذنا مرتين بالأسبوع بكون كثير كويس. أول شيء عشان ما يكون في عندكم ضغط بدروسكم. بدعوكم من هنا تابع دروسك. نرجع مرة ثانية راجع معنا الكلمات. نحفظ معنا الكلمات الوحدة الخامسة. أكيد أكيد راح أسوي اختبار لمعنى الكلمات. لو كان ولو كان عن طريق الجروب نفسه. بالتعاون مع أولياء أموركم إلا نسوي امتحان معاني الكلمات. فكون جاهز لاختبار معاني الكلمات اللي حيكون معنا الأسبوع القادم. كون جاهز للأفعال الشاذة ممكن نسوي فيها برضو إشي الأسبوع القادم. لا تفكر أنك بعطل يا أستاذ، إحنا بعطل إجبارية لكن إحنا مداومين وفي علينا دراسة. اتعود يا أستاذ إن ما لازم يكون واحد فوقك ويجبرك عشان تدرس. لا، ادرس لحالك ونظم وقتك، نظم وقتك ثم نظم وقتك. ادرس دروسك كلياتها، حط وقت للرياضيات، وقت للعلوم، وقت للإنجليزي، وقت للعربي. خلي دروسك موجودة بأمامك. يعني في بعض المعلمين عم برسلوا لكم على جروبات اللي نزلنا لكم إياها، عم برسلوا أشياء بالرياضيات، بالعلوم، بالإنجليزي. يعني حنحاول الإشي اللي موجود بإيدنا نستغله، نحاول نستفيد من الأشياء هاي. بشكركم مرة ثانية. في عنا تقريبا